تعالوا نكسب افريقيا. زي ما قلت لكم الحلقه النهارده ان شاء الله فيها دعم وتفاؤل وثقه. وعشان نبدا فقره ترند الترند لازم يكون اول حاجه نتكلم عليها اهتمام السوشيال ميديا. والترند حاليا دلوقتي على السوشيال ميديا اصبح هو المراه لما يحدث في الساحه الرياضيه بشكل عام. التوقيت اللي سافر فيه بعثه الاهلي او سافرت فيه بعثه الاهلي بالامس الى تونس استعدادا لمواجهه الترجي، جماهير النادي الاهلي كانت في الموعد. وعلى طول من خلال رسائل الدعم، الدعم المعنوي والدعم الجماهيري عبر السوشيال ميديا، كان في امبارح اكتر من ترند واكتر من ترند. لما جمهور الاهلي يدخل ويشارك في هذا الهاشتاج لازم على طول تاخد بالك وتشوف ان هيكون على طول هذا الترند اللي فيه اسم الاهلي او جمهور الاهلي هو المتصدر في مصر. قدامكم على الشاشه طبعا دي بعض اللقطات الحصريه من وصول البعثه في الامس في مطار قرطاج. بعد الوصول طبعا كان في تسكين لفندق الاقامه في كل اللاعبين، وكل كان امبارح الحمد لله يمكن يتسكن بشكل جيد جدا، وكان في تحضير بشكل كويس للمباراه باذن الله. قدامكم على الشاشه ترند رقم واحد، قاتلوا في رادس. طبعا قاتلوا في رادس يعني العبوا بروح كبيره، العبوا يعني لاخر نفس في هذه المباراه بجديه برجوله عشان تقدروا تعملوا نتيجه ايجابيه قبل لقاء الاياب. كان هو الترند رقم واحد بالامس قاتلوا في رادس. زي ما قلت لكم جمهور الاهلي عمل هاشتاجات امبارح، رسائل دعم ودعم معنوي كبير جدا للاعيبه وللجهاز الفني. وبتوصل بالمناسبه السوشيال ميديا سلاح مهم جدا، ازاي تقدر تستغله عشان يكون سلاح ايجابي قبل المباريات الكبيره. طيب وانا بتكلم على الجمهور، امبارح كان في خطوه ممتازه. النادي الاهلي ارسل لاتحاد كره القدم ولوزاره الشباب والرياضه طلب بالتاكيد لحضور جماهير النادي الاهلي في لقاء الاياب على ملعب الاهلي والسلام. الطلب ده بالتاكيد جاي في توقيت مهم جدا، لان خدوا بالكم عايز اقول لكم نقطه مهمه. الناس ربطت التوقيت ان خلاص مباراه الترجي والاهلي في رادس هتكون بحضور جمهور فالاهلي طلب. لا يا جماعه، احنا بنتكلم امبارح كان بتاريخ 15 يونيو، المباراه العوده على ملعب الاهلي والسلام بتاريخ 26 يونيو. فعشان ترسل الطلب الرسمي، لان كمان الطلب بيتم ارساله للاتحاد الافريقي، لازم بيكون قبل موعد المباراه بحوالي 10 ايام. عشان كده امبارح كان المواعيد القانونيه الرسميه اللي يقدر من خلالها النادي الاهلي يرسل للاتحاد الافريقي وللجهات المعنيه في مصر لطلب حضور الجمهور قبل موعد المباراه ب10 ايام. وبالفعل الطلب موجود امبارح امام كل الجهات المختصه، وباذن الله بنامل بالتاكيد كل الدعم والمسانده لفريق مصر بيمثل مصر زي النادي الاهلي في هذه المباراه الكبيره. وكلنا ثقه ان شاء الله في كل الجهات المختصه خلال الفتره القادمه تلبي هذا الطلب بما يتوافق مع الاجراءات الصحيه والاجراءات الاحترازيه والاجراءات الامنيه. وبالتاكيد الكل ان شاء الله باذن الله هيسعى الى تقديم كل المساعده من اجل حضور الجماهير بكل الاجراءات في هذه المباراه. عايز أكد على نقطة مهمة جدا، وإحنا طبعا قدامنا على الشاشة هي الكواليس، وزي ما إحنا شايفين وصول طبعا اللاعبين والتر بواليا وأليو ديانج انضموا النهاردة.